قعدت في الدار التحكمة نتاعها عام 2011، تعديت على اللجنه واللجنه قبلتها. هي قصه فيها عبره، هي شنو القصه؟ هي قصه معناها باش الانسان ما يمشيش، الطفل ما يمشيش مع الغريب، مش معناها تشوف المظهر نتاعو غني ولا حاجه وتقوم تمشي معاه، لا، يزلق الطفل يرد باله ما يمشيش مع الغريب، هذيك هي العبره اللي فيها. دونك في وسط نص معناها يمكن فيه شويه عنف، ومن بعد كي فقنا بها سحبناها من 2011. 2015 عملوا باز بها على الفيسبوك وقت معرض الكتاب، كان عملتها معرض كتاب نتاعنا ناجح على الاخر. وشنا عاودوا جبدوها، هو راهو هذايا اللي في تونس اللي ينجح هذيا كلفة النجاح، معناها تعود يشكرونا. يرجعوا لحكايات 2011 و2012، دار النشر تجم راهي تخرج قصة ويقع الإصلاح ويعتذر عليها الإنسان، أما مش معناها في كل عام مش يعودوا يجبوها له، راهي هذه حاجة ما تجيش.